بألف جنيه هتقدر تبدأ مشروعك من البيت وتزود دخلك، بس الكلام ده مش على أي مشروع، دي أفكار مش محتاجة خبرة وممكن ست البيت تعملها من أول الزبادي لغاية العسل. لكن لو عايز تعرف إيه تفاصيل المشاريع دي وإزاي تكسب منها أعلى مبلغ يبقى تابعني لآخر الفيديو وأنا هقولك كل التفاصيل. شباب وبنات كتير دلوقتي حلمهم إنهم يفتحوا مشروع خاص بيهم ويبني نفسهم من غير ما يستنوا الوظيفة، بس للأسف ده محتاج رأس مال كبير وفكرة مشروع مضمونة علشان ما تخسرش. علشان كده أنا هقولك في الفيديو ده على أكتر من فكرة مشروع هتقدر تبدأ بيهم وبألف جنيه بس. أيوة 1000 جنيه هتعمل مشروع مكسبه مضمون، لا وإيه من البيت، يعني مش هيعطلك عن وظيفتك لو كنت بتشتغل، وكمان مش هتحتاج تأجر محل وتكلف نفسك. من ضمن المشاريع دي هو مشروع إنتاج المواد الغذائية زي الزبادي والمربى والمخبوزات وغيرهم من اللي بيزيد الإقبال عليها لما الزبون يعرف إنها بيتي، يعني معمولة في البيت وما فيهاش مواد صناعية مضرة ومكسبات الطعام. أو ممكن تفتح مشروع تربية الدواجن، وده يعتبر من أشهر المشروعات البسيطة اللي ما فيش بيت في الريف إلا وبيشتغل فيه، لأن مكسبها مضمون ومربح. أما بقى لو ليك في التليفونات فأنت ممكن تعمل مشروع صيانة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الكهربائية، وده هيكون مناسب جدا للي معاهم دبلومات فنية. وعلى فكرة انت ممكن في البداية تفتحه وانت في بيتك وبعدين تكبر مشروعك وكده مش هتتكلف كتير. وممكن كمان تعمل مشروع مشتل الورد، وده بقى مش هيحتاج منك غير انك تستغل بلكونة بيتك وتزرعها، سواء بقى كنت هتزرع ورد ولا نباتات ممكن يكون عليها اقبال، وده هتعرفه لما تعمل دراسة دقيقة للمشروع قبل ما تبدأ فيه وتشوف احتياجات سكان منطقتك. لا ومش بس كده، انت كمان ممكن تعمل مشروع لصناعة وتفصيل الملابس من بيتك وتبدأ بماكينة خياطة، وده بقى لو نجح ممكن يخليك بعد شوية تعمل براند باسمك. والمفاجأة ان بأقل من 1000 جنيه ممكن تعمل مشروع تربية دودة الأز، وده بقى هيخليك واحد من الأثرياء في مدة قصيرة جدا، ومش هيحتاج منك غير رعاية مدروسة وواعية للحفاظ على حياتها علشان تعمل الحرير اللي بيغذي مصانع الأقمشة. كمان ممكن تعمل مشروع لبيع المنظفات، وده يعتبر من المشروعات المنتشرة في الوقت الحالي وبيحقق أرباح كبيرة لصاحبه، خصوصا وسط اتجاه رباط البيوت للاقتصاد في المنظفات المنزلية. آخر مشروع هنتكلم عنه هو مشروع خلية النحل، وده من المشاريع اللي مكسبها عالي جدا وبأقل التكاليف، لأنك ممكن تعمله على سطح بيتك وتبيعه بنفسك من غير ما تحتاج لعمالة. طبعا المشاريع دي ممكن تبدأها بألف جنيه، بس علشان تكمل فيها وتكسب محتاج تصرف أكتر علشان تكبر مشروعك. وعندك مشروع المنحل مثلا، السيد خضر الخبير الاقتصادي قال إنك ممكن تبدأ المشروع ب50,000 جنيه وتكسب 15,000 جنيه في الشهر، والمشروع ميزته إن الإنتاج والأرباح بتتضاعف وقت قصير جدا، ممكن تعدي 100,000 جنيه ربح صافي بعد 6 شهور، وده لأن عسل النحل من المنتجات اللي سعرها في الطالع وعليه إقبال كبير. ودلوقتي قولنا إيه أحسن مشروع تقدر تعمله بأقل مبلغ؟